كانوا شايفين إنه تهديد قوي لوجودهم، كانوا بيكرهوه بطريقة لا تتخيلوها. كان مراوغ وسياسي من الدرجة الأولى، وبالمناسبة حاولوا بكل الطرق إن هم يختلوه لأنه كان محارب صعب هزيمته. كشفنا النهاردة عن محمد عبد الرؤوف عرفات القدوة الحسيني اللي احنا نعرفه بياسر عرفات. ياسر عرفات مش مجرد اسم في ذاكرة التاريخ الفلسطيني، اتولد يوم 4 أغسطس 1929 وشاف بلده وهي بتتسرق قدام عينه. تخيل معايا شاب لسه بيبدأ حياته، يا ترى شكل مستقبله هيبقى عامل ازاي؟ بس ياسر عرفات كان مدرك من البداية إن الحياة في اللحظة دي توقفت وإن مفيش مستقبل من غير حرية. ومن وقتها وهو مستمر في مسيرة النضال، والمسيرة دي وصلت لأعلى درجاتها بإنشاء منظمة التحرير الفلسطينية وإنه أصبح أول رئيس لدولة فلسطين. ياسر عرفات أو أبو عمار رحل عن عالمنا في 11 نوفمبر 2004 وترك إرث كبير من النضال، صعب إن حد يملى الفراغ اللي سابه. علشان كده عزيزي المشاهد، في ظل الإبادة اللي بيتعرض ليها أهالي غزة، هنتخيل مع بعض لو كان أبو عمار عايش دلوقتي كان هيتعامل إزاي مع تبعات حرب 7 أكتوبر. طب إيه اللي يخلينا نعمل كده؟ لأن ببساطة ياسر عرفات كان بيمتلك استراتيجيات قوية متعددة الأبعاد في التعامل مع الأزمات والتحديات. فيلا نبدأ كشفنا. في البداية كده أول حاجة كان هيعملها هو التواصل الدبلوماسي من خلال عقد مؤتمرات دولية مع قادة الدول العربية وكمان الاتحاد الأوروبي، وأكيد كان هيبقى ليه خطاب واحد على الأقل في الأمم المتحدة، والدليل خطابه التاريخي في الأمم المتحدة سنة 1974 اللي ما نقدرش ننساه. وبما إن أبو عمار كان بيؤمن بالسلام فكان هيلجأ للأداة التانية وهي التفاوض، لأنه عارف إن التفاوض هيكون أفضل وسيلة لتحقيق الأهداف الوطنية. تاريخه مليان بالمؤتمرات اللي كان بيحاول فيها بكل الطرق إنه يحقق السلام، زي مؤتمر مدريد 1991 واتفاقيات أوسلو 1993 وكامب ديفيد في 2000 ومباحثات طابة في 2001. وبالتالي كان هيسعى لتقديم مبادرات سلام جديدة، أو على الأقل هيعدل من مبادراته القديمة ليجبر الطرف الآخر إنه يخضع لعملية السلام. الأداة الثالثة اللي كان هيلجأ ليها أبو عمار هو الخطاب الإعلامي، أهم النوافذ اللي كان بيعتمد عليها لنشر رسالته وكسب الدعم الدولي وكمان تشكيل وعي الرأي العام العالمي. علشان كده ظهوره كان مميز جدا، زي عسكري بيعكس معنى النضال والكوفية الفلسطينية رمز الولاء والانتماء. ولأنه كان فاهم ومدرك أهمية الكلمة فكان بيتكلم بلهجة بيسلط فيها الضوء على الجوانب الإنسانية للقضية الفلسطينية، وفي نفس الوقت هيكون كلامه قوي ومؤثر. أما الأداة الرابعة فهتكون الدعم الإنساني. عرفات كان مهتم جداً بالجوانب الإنسانية وكان بيسعى دايماً لتحسين أوضاع الشعب الفلسطيني، ويمكن الناس اللي عاشت معاه الانتفاضة الأولى في 1987-1993 والانتفاضة الثانية من 2000-2005 كانت عارفة كويس إن عرفات لعب دور حاسم وقوي في تقديم الدعم الإنساني للفلسطينيين، من إشراف على توزيع المساعدات الغذائية والطبية وتأمين الإغاثة للجرحى والمحتاجين، وطبعاً ده غير زياراته للمستشفيات ومراكز الإيواء. الإجراءات اللي كان هيقوم بيها دلوقتي ما كانتش هتختلف كتير، لأنه كان هيعزز جهود المساعدات الدولية لضمان وصول الإمدادات الأساسية للمحتاجين، وكمان التركيز على تحسين الخدمات الصحية والاجتماعية للمتضررين. أكيد كل اللي قلناه مجرد تخيل، لكن فعلاً هل ياسر عرفات لو كان عايش دلوقتي كانت هتبقى فيه إبادة؟ كان هيبقى فيه تدمير؟ كانت غزة والضفة هيكونوا مستباحين؟ حرب 7 أكتوبر كانت أصلاً هتحصل؟ أنا كده خلصت كشف النهاردة اللي حله لسه ما جاش أوانه، وأدعوكم تشوفوا أصل الحكاية في حلقة النجمة.